tiêu gạch đang chưa? Tiêu gạch chưa? Không nghe gì hết. Tiêu gạch chưa? Tiêu gạch rồi. Mấy giờ có? Có hả? Chửi nó nghe rồi đó hả? Ở sáng đi. Đã thấy ít ít hết rồi. Chửi xuống rồi lái bớt đen vậy à? Không để yên nó luôn đúng không? Lát phải nghe bỏ bài thế đó. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ اهلا بيكم معايا النهارده في المطبخ. النهارده هنعمل وصفه جديده ان شاء الله، اول مره نعملها في القناه، وهي الحمام الكذاب. اتطلب مني وكنت خليت معاكم الوراك، وهنعمله بطريقه سهله جدا وحشوه مختلفه. انا عندي هنا في الحله حطيت كميه من الزيت قليله جدا وبصله، وهبتدي اشوح فيها. وعندي هنا كميه من الفريك، انا غسلته كويس قوي ونقيته، وانا ما بنقعش الفريك الحقيقه، بغسله بس وصفيته طبعا من المية. وهستنى بس يدوب البصلة تدبل شوية، ريحتها تطلع كده، ونبتدي بقى نشوف هننزل عليها بالفريك والتوابل وكمية المية. هي هنا خلاص، هو ده اللون اللي احنا محتاجينه، يدوب تدبل. هروح نازلة دلوقتي بالفريك اللي زي ما قلتلكو غسلاه كويس ومنقياه ومصفياه، وهبتدي اشوح فيه كده عشان يتشرب من طعم البصل ويتغلف كل جزء فيه بالزيت الموجود، بس هو طبعا مش دهون كتير يعني، لان لسه هنحشيه في قلب الوراك.
هي اوريدي فيها دهون. بعد لما اقلبه كده شويه هبتدي بقى انزل بالبهارات اللي عندي. البهارات اللي عندي هتبقى بسيطه جدا، عباره عن فلفل اسود وطبعا ملح، ده اساسي. هقلب كده، هحط كمان زي ما قلت لكم الملح، طبعا الملح على حسب الذوق. كمان هحط شويه من البهارات المشكله او السبع بهارات اللي عملناهم مع بعض قبل كده، هيدوها طعم حلو قوي. شويه صغيرين كده برضو، يعني قد ربع معلقه كده، او لان المعلقه دي صغيره قوي لان كميه الفريك صغيره. هديله تشويحه كده، بعد ما يتشوح معايا هروح نازله بنص كوبايه بس ميه سخنه. انا مش عايزاه يستوي سوا كامل، انا عايزاه يبقى نص سوا فقط لا غير، عشان هيكمل سواه جوه وراك الفراخ بعد ما يتحشي. هسيبه بقى كده على نار هاديه يتشرب الميه دي، واسيبه يهدى خالص عشان يبقى جاهز ان احنا نحشي بيه، وهرجع لكم بعد شويه. ده كده حبايبي شكل الفريك بعد ما شرب شوية المية وهدي شوية، وطبعا ظبطنا كل التوابل بتاعته زي ما شفنا، وقلنا مش عايزين نسويه سوا كامل لان لسه هيستوي في وراك الفراخ اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اهي. بالشكل دي هفردها كده في الطبق. بس كل الحكاية اني هملحها من الجنبين كده، وهبتدي اخد بقى من الحشوه دي وحشي في الجزء اللي جوه ده كده بايديكوا بقى، يعني كل واحده بتبقى بتشتغل في المطبخ براحتها. هحشيها كويس قوي الجزء ده كده، اتاكد ان هو اتملى على اخره، وبعدين هحشي كمان الجزء ده، هفرده كده وهجيب شوية من الفريك. طبعا تقدري تحطي مع الفريك اي نوع من الخضار. تقدري كمان تحشي الحمام الكذاب خضار بس، يعني تشوحي خضار، بصل وجزر وكوسة وكلهم مبشورين كده، وتبقى ومعاهم شوية لحمة مفرومة او شوية فراخ مفرومة، وتحشي بيهم، يعني ما يبقاش لرز ولا اي حاجة من دي، يعني ليكي حريه الاختيار. هبتدي بقى الفه كده، وادخل كل اظبط الشكل كده. دلوقتي انت عندك برضو كذا حل في انك تقفليه، ممكن تجيبي خل السنان الصغير ده وتقفليه عادي مفيش اي مشكله، ممكن تجيبي خيط وتربطيه زي الفليه، ممكن كمان تخيطيه، يبقى تجيبي ابره مخصوص خاصه بالمطبخ يعني، وتبقى استانلس طبعا وتخيطي بيها، او تلفيه زي ما هو كده في ورق زبده وبعدين ورق فويل. انا بشوف ان اسهل طريقه بصراحه لو ما عندكيش الخيط، هو الخيط بيخليه كده شكله متوازن زي ما بتعملي العرق، لكن كمان لو لفتيه كويس في ورق الزبده وورق الفويل هيطلع معاكي شكله كويس قوي. فانا هقطع بقى ورق زبدة وورق فويل على قد كل واحدة كده، هي سهلة جدا زي ما انت شفتوها، ما فيهاش اي افتكاسة، هي الفكرة تجهزي الحشوة، وطريقتها في اللف سهلة قوي. وهجيب ونلف مع بعض. اهو يا حبايبي انا قطعت حتة ورقة زبدة كده وحتة ورقة فويل، عشان غلط تستخدمي مباشر الفويل، وهجيب اللي انا حشيته كده اظبطه اهو. لو في اي فريك او رز او ايا كان الحشوه اللي انت حشيها بعد ما لفيناها بالشكل ده، وهنحطها هنا كده. زي ما قلت لك عايزه تربطي براحتك، عايزه تعملي بالخل برده كمان براحتك. هلف الزبده كده، ورق الزبده، واتاكد ان هو اتقفل عليه كويس بالشكل ده، وبعدين نرجع نلف. طبعا المعتاد ان هو بتسلقيه كانك بتسلقي فراخ عاديه، اعمل كده اقفل كويس. بتسلقيه في حل عادي خالص؟ لا، انا هرصهم في صينيه وهسويهم في الفرن، بحس ان الطريقه دي اطعم كتير من انك تسلقي وتحمري. يعني انا هخلص كله بنفس اللف كده، واجيب صينيه واحط فيها شويه ميه بحيث ان هي تطلع بخار في الفرن ويستوي بالشكل ده. انا بس هخلصهم لف وارجع اقول لكم طريقه التسويه.
حبايبي انا خلصت الكميه اللي عندي، هرصهم في بايركس اي صينيه عندك، طبعا محميه الفرن انا على اخره وعلى درجه حراره 180، بس هو حامي جدا. هحط شويه ميه عادي كده بس عشان تطلع بخار وما تنشفش مني بسرعه الصدور، وفي نفس الوقت تستوي. وهدخلها الفرن وهسيبها تستوي. انت بتبقي عارفه الفراخ يعني نقدر نقول ممكن تقعد في الفرن من نص ساعة، بداية من نص ساعة لحد ساعة الا ربع على حسب حجم الورك اللي عندك. وان شاء الله باذن الله هوريكم بعد ما تستوي بكل بساطة. لو ما كانتش لسه خدت معاكي لون، بتفكي الورق ده وبتحطيها تحت الشواية شوية. لو اوريدي خدت لون خلاص كفاية عليها قوي كده، وهوريها لكم في التقديم شكلها عامل ازاي. حبايب قلبي خد معايا في الفرن نص ساعة بالظبط، استوى وبقى زي الفل. طريقة التسوية دي هتعجبكم قوي قوي اكتر من السلق. افتحي بقى الورق عليه وحطيه تحت الشواية لحد لما ياخد لون حلو كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات جديدة واشوفكم على خير. فيديو جديد يا بنات، حواريكم طريقتي في تعصيج اللحمة المعصجة اللي هي بتنفع للمكرونة، تنفع للجلاش، يعني تنفع لوصفات كتير جدا. طبعا انت بتبقي محتاجاها كتير في رمضان برضو، وفي الغالب او في العموم يعني انا بحب يبقى عندي دايما في الفريزر لحمة متعصجة لاي ظرف طارئ، اي اكلة سريعة كده. ونفس الحكاية برضو غير التعصيج، ان حواريكوا ازاي هنزود كمية اللحمة دي في الطريق، في يعني تزويد كمية اللحمة دي في طريقة العصاج. الكفتة والحاجات دي ليها طرق تانية، انك بتضيفي برغل او بتضيفي فريك، مش هو ده اللي انا هتطرق له النهاردة خالص. النهاردة انا حواريك ازاي تزودي كمية العصاج، تمام؟ وهتزوديها كمان بشكل صحي قوي قوي، هتفيد الولاد وفي نفس الوقت بتزودي الكمية عندك. المقادير عندي زي ما انتوا شايفين بسيطة، ما فيهاش اي حاجة. وحواريكم التوابل واحنا بنشتغل على البوتاجاز. بس دلوقتي المقادير الاساسية عندي، الطبق ده فيه 3 جزرات وكوستين، يعني المهم وضربهم في الكبة، المجمل بتاعهم ربع كيلو جزر على كوسة مضروبين في الكبة. وهنا ده نص كيلو بصل مضروب في الكبة برضو. ودي يجي نص كوباية قبل ما يستوي، نص كوباية عدس أصفر سلقتها نص سلقة في مية عادية خالص، فاديتنا الكمية دي يعني هو قبل ما يستوي نص كوباية. وعندي هنا اللحمة نص كيلو لحمة مفرومة، تمام؟ نفس الطريقة ممكن تستخدميها مش للحم، للفراخ المفرومة بتدي برضو تست عالي قوي وطعمها بيبقى جميل. في ناس بتحب تضيف فول الصويا، بس أنا بصراحة ما بعرفش استخدمه وما جربتوش خالص وما بحبش استخدمه. يعني انا افضل استخدمه في حاله واحده بس، لو انا هعمل برجر في البيت، لانه بيمسكه وبيديله قوام حلو. لكن في الحاجات اللي زي كده لا، ما بحبوش بصراحه. يعني خلينا في الحاجات الصحيه المتواجده في البيت، وفي نفس الوقت بتزود الكميه وبتدي عناصر غذائيه زياده. هي دي كل المقادير اللي عندي. هنروح دلوقتي نشتغل على البوتاجاز واقول لكم هنعمل ايه. هنا يا حبايبي على البوتاجاز في حلة كبيرة نوعا ما، بس عشان اخد راحتي في التقليب وفي يعني اني احمص الحاجة كويس، حطيت يا دوب زي ما انتم شايفين نقطتين زيت مش اكتر، لان اللحمة المفرومة اصلا بيبقى فيها دسم، فمش عايزين نزود الدسم معانا. بس اتاكد ان هي شوية سخنت الحلة كده بنقطتين الزيت دول، وهروح منزلة فيهم البصل المفروم اللي قلنا كميته نص كيلو يا بنات. هشوحه بقى، هديله بس كده رشة ملح تساعده ان هو يدبل معايا. انا بحب بقى اشوح البصلة على نار هادية شوية مش على نار عالية، عشان تنزل السكر اللي فيها وتحسي كده ان هي طعمها معسل، تمام؟ فانا دلوقتي قلبتها كده، هوطي وهغطي عليها اسيبها تدبل براحتها خالص على نار هادية. اهو يا حبايبي كده، هنا دبلت البصلة على النار الهادية زي ما قلتلكوا وانا مطية عليها، بدأت اهو تاخد لون على خفيف. انا مستمرة في التقليب، وطبعا انت من كل وقت للتاني كنت بقلب فيها عشان ما يقدر الله تتحرق ولا حاجة كده. طبعا ريحتها طلعت، وزي ما قلتلكوا بدأت تتحمر شوية اهي.
هروح منزل عليها برضو يتشوح معاها الجزر والكوسه اللي انا ضربهم كويس قوي في الكبه، وبرضو هرجع اغطي عليها تاني على نار هاديه كل الخضار ده يدبل مع بعضه. دبل كده الخضار كله مع بعضه اهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مش حاطين من الاول كميه دهون زيت او سمنه كتير، لان زي ما قلنا برضو عايزينها تبقى صحيه، وكمان اللحمه المفرومه بيبقى فيها دهون. هروح بقى منزله نص كيلو اللحمه المفرومه اللي عندي، وهبتدي اشوح فيه تشويحه كويسه قوي مع الخضار ده لحد ما لونه يغير. هفضل مستمره كده في التقليب واشوح فيه لحد بس ما يندمجوا مع بعض ولون اللحم يتغير من اللون الاحمر ده، وهرجع لكم. كده شوحت اللحمه مع الخضار كويس قوي وفكتها من بعضها كده ما فيهاش اي تكتلات. دلوقتي حتى طبعا لسه ما استويتش، هبتدي انزل فلفل اسود شويه كويسين كده. هبتدي احط شويه كمان جنزبيل يعني نص معلقه كده. حلو قوي الجنزبيل البودر مع العصاج. هنزل كمان نص معلقه قرفه تبقى برضو تعمل ريحه حلوه، وهروح منزله شويه صويا صوص بحبه انا في العصاج، بس راعي ان هو بيبقى مالح فخدي بالك من الملح. انا مش هضيف ملح دلوقتي عشان انا ضفت صويا، فهشوف هتبقى محتاجه ملح ولا لا. المرحله اللي بعد كده يا بنات خلاص هي كده، يعني اللحمه المفرومه ما بتاخدش قوي سوا، بتستوي على طول، وخاصه كمان ان انت هتدخليها في اكل تاني برضو اذا كان مكرونه بشاميل هتدخل الفرن او جلاش او كده، يعني قصدي ان هي يعني بتدخل لسوى مرحله سوى تانيه. يعني هبتدي دلوقتي اضيف العدس اللي انا سلقاه نص سلقه واقلب. كده قلبتهم مع بعض كويس قوي. انا دلوقتي هسيبها بقى هوطي عليها النار خالص، واسيبها يعني من 10 دقايق لربع ساعة تستوي تكمل سواها، وهضيف المية هضيف شوية شوية مش كتير يا بنات، يعني يا دوب كده زي ما انتم شايفين شوية مية صغيرين، وتابع فيها يعني افضل كل شوية اقلب فيها. لقيتها محتاجة مية تاني بزود، ما بحطش مية كتير، بس كده هسيبها بقى على نار هادية وهغطي عليها، وهرجع لها زي ما قلت لكم 10 دقايق يعني ربع ساعة بالكتير هتكون استوت وجاهزة. وفي الوقت ده بقى هظبط الملح اشوف محتاجة تاني ملح ولا لا، هو بس اللي محتاج تظبيط الملح، وهوريها لكم بعد كده شكلها هيبقى عامل ازاي. كده يا بنات اللحمة استوت اهي تماما، ده شكلها، كمية كبيرة جدا عملناها من نص كيلو لحمة بس. كمان جوسي قوي مش ناشفة، مفيدة جدا جدا، ريحتها تحفة من الخضار والحاجات اللي احنا ضفناها. كمان زودنا قيمة غذائية عليها كبيرة بالخضار والعسل اللي حطيناه، وفي نفس الوقت لما نيجي بقى نحشي المكرونة بيبقاش فيها كمية لحم كتير، لان اصلا اللحمة الحمراء مش مفيدة. فدي طريقة صحية جدا جدا لعمل العصاج وتزويد كمية اللحم فيه بشكل صحي من غير ما نتعرض ان احنا نحط حاجات تانية او كده. دي طريقة انا معتمداها وبحبها جدا جدا، وبستخدمها في معظم الحاجات بقى، بشاميل، جلاش، سمبوسة، رز بالبشاميل، اي حاجة حلوة جدا الخلطه دي. ده كان فيديو النهارده، لو عايزين تعملوها كفته يا بنات طبعا هتبقى حلوه برده وجميله، بس لو حابين تزودوها بقى هتزودوا كميه العدس، يعني تقللوا من البصل عشان ما تفكش معاكم، هتقللوا من البصل والخضار وتزودوا كميه العدس، هتبقى كفته جميله جدا برده، وهتزود معاكم وهترمي معاكم كميه كبيره.
فكان ده فيديو النهارده وفكره النهارده. لو عجبتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديوهات جديده ووصفات جديده، وباي باي. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ اهلا بيكم معايا النهارده باذن الله في المطبخ. هنعمل وصفه حلوه قوي بالبطاطس، وصفه بسيطه وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطه، ويعني هي شياكه، يعني تديكي وصفه مطاعم فنادق بالشكل ده. انا هجيب جايبه عندي كميه، انت طبعا استخدمي الكميه اللي انت عايزاها. بطاطس طبعا غسلتها كويس جدا جدا، مخصصة فرشة كده للبطاطس مخصوص عشان انا بحب اشويها كتير واعملها بقشرها، فبغسلها كويس جدا جدا، وبعدين بنقيها كبيرة زي ما انتم شايفين، وباجي بالسكينة. شوفوا انا بدأت اعمل هنا، هعمل قدامكم بحرص شديد، يعني باخد كده سلايس رفيع ومش بنزل للاخر كده اهو، بحيث تفضل ماسكة في بعضها كده، ونفس الوقت السلايس شايفين رفعها، انا محتاجة الرفع ده علشان تستوي معايا، ما تبقاش تخينة وتطلع ني بالشكل ده. اهم حاجة بس ما توصليش لاخر البتاع، يعني ما تقطعيهاش، اهي ماسكة في بعضها. لو مش هتعرفي تشتغلي بالسكينة الكبيرة اعملي بسكينة صغيرة عادي، مفيش اي مشكلة. دي اول خطوه هنعملها اهو، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. انا هكمل بقى الاتنين اللي معايا وبعدين ارجع لكم. انا كده خلصت، فتحت البطاطس اهي زي ما انتم شايفين، الموضوع سهل جدا. بس زي ما قلت لك بتاني حتى عادي ما فيش مشكله، لما جيت عملت دي اتقطعت مني في الاول، ما فيش اي مشكله خالص، بس انت حاولي تحافظي على شكلها. عندي بقى هنا كمان شرايح بصل وشرايح طماطم، عايزه تقطعي شرايح فلفل براحتك. عندي كمان دي كفته عاديه خالص، كفته الحاتي زي ما بنعملها. انا اوريدي عاملاها النهارده، بس اتبقى جزء كده فحبيت اعمله بشكل تاني، فاخدتها وعملتها زي الطعميه كده او راس، يعني بتتبيل عاديه خالص بتاعت الكفته الحاتي اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده. تمام، عايزه تستغني عن اللحمه خالص وتحطي خضار بس، اوكي. عايزه تعملي نفس الوصفه دي بمفروم الفراخ برضو هتبقى كويسه. عايزه تقطعي شرايح سوسيس وتحطيها، يعني ليكي حريه الاختيار، تختاري زي ما انت عايزه. هبتدي هنا بقى اخد في كل فراغ انا عملته احط حاجه من الحاجات اللي انا قطعتها، زي مثلا هنحط بصل البعديها، بس عشان الطماطم كبيرة نحاول نقطعها كده ايه نص دايرة كده. لو هي عندك صغيرة عادي خالص ما تقطعيهاش اهي بالشكل ده كده. هنحط دي كده تاني، هي شكلها تخين عليها اهي، هنحط بس كده اهو على قد ما تاخد معاكي مفيش مشكلة. بعد كده هنحط كفتة برضو، حسها كبيرة فهقطع حتة كده عادي خالص خالص، يعني اتعاملي بمنتهى البساطة. وهبتدي احشيها جوه الفتحة اللي انا عملتها دي. وهفضل ماشيه بقى بالطريقه دي، واحده بصل زي ما قلت لك، لو انت عايزه تستغني عن اللحم خالص مفيش مشكله، هتعملي واحده بصل واحده طماطم واحده لحمه، دخليها كده. هي لما تستوي هتدبل معاكي مفيش اي مشكله. طماطم، وهندخل هنا كمان كفتة. عايزة تجيبي سكينة او معلقة تدخلي بيها مفيش مشكلة، زي ما قلتلكوا لما تدخل الفرن هي كل ده هيتماسك. فانا هكمل بالشكل ده كده واخلصها وبعدين ارجع اوريها لكم ونشوف هنسويها ازاي. حبايبي انا حشيت البطاطستين همت، طبعا اتبقى معايا لحمة حطيت وخضار، حطيت الخضار تحت وقراص الكفته حطيتها زي ما هي برضو.
هتشرب من طعم الخضار اللي موجود وتبقى كويسه. هبتدي بقى علشان البطاطس هرش فلفل اسود، شويه فلفل اسود كده عشان الخضار والبطاطس، احنا الصراحه بنحب الفلفل الاسود، فانت يعني عايزه تكتري عايزه تقللي، شويه بهارات مشكله او السبع بهارات وملح عشان برضو الخضار. انا متبله الكفته بس الخضار ما تبلتوش. وهجيب بقى طبعا انا محميه الفرن، هي اللحمه عندي دسمه شويه فانا مش هحط زيت، لو لحمتك حمرة قوي حطي معلقه زيت او زبده فوق وغطيها بورق فويل ودخليها الفرن فرن حامي كده. حبايبي انا غطيتها، انا بس حطيت يجي ربع كوبايه ميه كده تحت في الصينيه من تحت علشان يطلع بخار كده برضو يسوي البطاطس معايا، احتمال برضو السوائل بتاعه الخضار ما تبقاش كفايه لتسويه البطاطس. وزي ما قلت لكم انا محميه الفرن، هدخلها ممكن تاخد من نص ساعه لساعه الا ربع على حسب البطاطس وحجمها، انت ممكن تختبريها بعد نص ساعه كده وتشوفي. وبعدين في الاخر خالص اخر خمس دقائق هفتح عليها الشوايه تاخد لون، لو حابه كمان تحطي في اخر خمس دقائق شويه جبنه من فوق تسيح بس كده، ليكي حريه الاختيار. هدخلها دلوقتي الفرن ونشوف بقى هنحط جبنه في الاخر ولا ايه ونقدمها ازاي. وده شكل البطاطس بعد ما طلعت من الفرن، شكلها جميل جدا، بتتقدم جنب طبق سلطه بقى، حلوه جدا للعزومات وتغيير، وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا وفخمة. زي ما قلتلكو عايزة ترشي على وشها في اخر خمس دقايق شوية جبنة تسيحيهم كده تحت الشوية، مفيش مشكلة، انا اكتفيت بشكلها كده. يا رب الطبق يكون عجبكو، واستنوني فيديوهات جديدة، ومع الف سلامة. السلام عليكم، ازيكم حبايبي. الفيديو النهاردة هوريكو ان لو عندك علبة تونة زي ما شايفين من العنوان تقدري تعملي منها غدا سهل وبسيط جدا لو انت مستعجله والولاد جايين من المدرسه وعايزين غدا سريع، كمان تنفع عشا مفيش اي مشكله. انا عندي حطيت هنا في الحله دي بصلايه متوسطه كده مع فص واحد توم مع حته فلفله خضراء مع حته فلفله شطه، لو انت ما بتحبيش الشطه استغني عنها. انا بس هخليها كده تدبل شويه، ما احطش لسه ماده دهنيه، انشف منها بس السوائل كده. حلو قوي الطبق ده، هيبقى تحفه جدا متكامل مش محتاج جنبه اي حاجه خالص. بعد ما نشفت معايا كده شويه، عندي بقى علبه التونه اللي عندي هنزل بالزيت اللي فيها. اللي عندي هنا قطع عايزه تستخدمي المفتته مفيش اي مشكله، هنزل بالزيت كده، هي دي الماده الدهنيه اللي انا هستخدمها. وهبتدي بقى اشوح الكلام ده كويس قوي لحد لما الخضار يدبل معايا، بس ما تحمريهوش قوي علشان يعني الاكل. بعد ما الخضار دبل عندي نزلت عندي هنا بمعلقه كبيره معجون طماطم او معلقتين على حسب كميه المكرونه اللي انت هتعمليها، وهبتدي برضو اديها تشويحه كده عشان تدي طعم حلو. لما معجون الطماطم اتشوح عندي كده هنزل بنص كوبايه من الميه وهسيبها بقى تتسبك، والخضار اللي احنا شوحناه في الاول يستوي على اخره، هغطي عليها كده وعلى نار هاديه. وبعدين نرجع بعد شويه نحط التوابل. الصلصه كده اتسبكت معايا بس انا لاقيه كميه زيت كتيره، انا بصراحه ما بنحبش الاكل يبقى دسم قوي، فانا بمعلقه هشيل الدهون الزياده دي، الزيت الزياده ده بمعلقه كده علشان الاكله تبقى خفيفه وما يعني ما تبقاش تقيله على صدرنا ومعدتنا يعني. تمام، فيت كده كميه كويسه قوي من الزيت اللي كان زياده ده عشان تبقى حلوه كده وخفيفه. هبتدي دلوقتي احط التوابل، هحط فلفل اسود، هحط كمان كمون، طبعا ملح، دي التوابل اللي انا حطها، انت حابه تزودي حاجه تانية براحتك. وهنزل بعلبه التونه اللي عندي، هنزل بكل اللي فيها كده
هديهم غلوتين كده مع بعض مش كتير زي ما قلت لك. شوفي عشان كده احنا يعني اوريدي هنفتتها او هتتفتت، فلو حابه تستخدمي المفتته ارخص براحتك مفيش اي مشكله. انا بقى انا نزلت بكميه المكرونه اللي انا عايزاها وحطيها تقريبا كده مع التونه والصلصه والحاجات دي كلها وبغلي ميه. حابه تحطي مكعب مرق حطي، بس انا هكتفي بالكلام ده عشان ما نستخدموش كتير يعني، او لو عندك اللي بنعمله في البيت عملناه مع بعض قبل كده حطي مكعب هيدي طعمه برده. وهنزل عليها كده بميه كده اهو بالشكل ده. بتحطي مقدار الميه مقدار ما انت بتسوي المكرونه العاديه، يعني يا دوب تغطيها كده علشان ما تتعجنش منك، لان لما بتتعجن بصراحه بيبقى طعمها وحش. طبعا على لما تغلي هتظبطي برده تاني الحدق وكل الكلام ده، ملحها وكل الكلام ده، وتسيبيها تستوي بقى زي المكرونه العاديه. يا دوب تغلي هوطي عليها خالص واحط الشياطه تحت لحد لما تستوي. قبل ما تستوي بحاجات بسيطه يمكن دقيقه، دي اضافه عايزه تضيفيها براحتك، مش عايزه انت حره. هرش عليها رشه من شرايح الزيتون سواء الاخضر او الاسود لو مش عايزه خلاص، بس الكلام ده قبل ما تستوي بدقيقه بالظبط علشان ما يتهريش معايا ويبقى طعمه مش حلو. ان الطبق ممكن يتقدم لوحده مفيش اي مشكله، واوقات كتير انا بقدمه لوحده، بس انا هقدمه النهارده مع بطاطس محمره. سألتوني عليها كتير لما عملتها في وجبات قبل كده. انا بستخدم البطاطس المجمده اللي هي نص تحميره الجاهزه في المحمره. ليه؟ لاني بحس ان انا اوقات بيضحك عليا في البطاطس العاديه بتطلع طعمها مش حلو، بتشرب زيت كتير، فبصراحه بستسهل المجمده دي، بتديني نتيجه حلوه جدا، قرمشه ولون وطعم. فبصراحه بجيب الكيس بيبقى عليه عرض ب 10 ريال 2 كيلو ونص، بيقعد عندي شويه كويسين. فاللي سالوني على البطاطس المحمره انا بستخدم المجمده، بس هحمر بقى البطاطس علشان نشوف هنقدم. هقدم كمان مع طبق المكرونه سلطه خس سهله جدا، ولادي بيموتوا فيها، وطبعا الشتاء داخل والخس البلدي طلع. ده خس غسلاه ومقطعاه يعني نوعا ما كبير شويه كده، وكل اللي بحطه عليه صلصه الرانش اللي هي دي كده بشتريها جاهزه، وهعملها لكم ان شاء الله قريب، عشان لو مش متوفره عندك او حاجه تبقى جاهزه. حلوه جدا جدا في السلطات، وجنب حته لحمه مشويه او فرخه مشويه بتبقى جميله جدا. فبس كل اللي هعمله هحط على الخس من ده وخلاص كده جاهز. وده الغدا خلص، ادي السلطه سهله جدا، وادي كمان البطاطس المحمره وطبق المكرونه الفظيع اللي عملناه مع بعض. جربوه، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم فيديوهات جديده، ومع السلامه. لحبايب قلبي اللي لسه متجوزين جديد، والبنوتات اللي لسه بيتعلموا الطبيخ، وهتبقى زي ما انتم شايفين كده طريقه تقميع الباميه وتفرزها بشكل صحيح، مش طبخها، مش هنطبخها النهارده، احنا بس هنقمعها وهنشيلها في الفريزر بشكل صحيح. دي كميه الباميه انا جايباها من السوبر ماركت. بصراحه هي غاليه اليومين دول، الكيلو ب 19 ريال، فدول عاملين الكميه دي عامله 600 جرام. فانا هفتح الكميه، وباميه هنا زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيها الكبيره دي، بس عادي مفيش مشكله. المهم ان هي اهم حاجه في الباميه ان هي تبقى طريه، يعني حتى لو كبيره معاكي كده ما تقلقيش هنقطعها، ولكن اهم حاجه ان هي ما تبقاش ناشفه، تبقى طريه. ادي الكميه اللي احنا جايبينها. هتجيبي سكينه عاديه خالص وهتبتدي تاخدي واحده واحده، وليكن دي كده، هتبتدي تشيلي الطرف اللي فوق ده، انك تمسكي السكينه كده وتلفيها بالشكل ده. ده اول جزء لازم يتشال، والجزء اللي تحت ده كمان لازم يتشال. كده خلصت، بس طبعا دي كبيره زي ما قلنا هنقطعها اهو. بتعملي السكينه بالشكل ده وتلفيها كده، وبتشيلي كمان الجزء اللي تحت اهو. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه اهو. يا رب تكون وضحت الفكره. انا دلوقتي هكمل كل باقي الكميه بالشكل ده، وده اسمه تقميع. هقمعها وبعدين هرجع لكم عشان نشوف هنقطعها ونغسلها ازاي ونحطها في الفريزر ازاي وتفضل محتفظه بلونها الاخضر ده. حبايب قلبي انا قمعتها كلها بالشكل ده اهو. دلوقتي اللي حجمها مناسب زي كده وكده
كده كمان مناسب. عايزه تقطعيها براحتك بقى، لكن اللي طويله بالشكل ده هروح واخداها اتنين بالشكل ده كده كده اهو، اللي اطول هاخدها على تلاتة. اهم حاجه ان هي تبقى طريه، مش ناشفه معاكي. لو ناشفه معاكي استبعديها، مش هتبقى حلوه كده اهو بالشكل ده كده. هخلصهم كلهم تقطيع بالنسبه للكبير، وهغسلها على الحوض غسله كويسه، مش هنقعها في ميه عشان ما تنزلش السائل كده، مخاطي بتنزله او مطاط كده ما بيبقاش لذيذ. فانا هغسلها على طول على طول كام مره، وبعد كده هصفيها في مصفى لحد ما تنزل كل الميه اللي فيها تماما تماما، وبعد كده نرجع بقى نشوف احنا هنخزنها ازاي. حبايب قلبي، ده انا كده غسلتها وصفيتها في المصفى كويس جدا جدا، ما بقاش فيها ولا نقطه ميه. دلوقتي لو انت هتطبخيها زي كده على طول تمام اوكي، انت بقى مش هتطبخيها وعايزه تحطيها في الفريزر، هتجيبي كيس ثلاجه عادي وهتروحي حطاها في كيس الثلاجه بعد ما تتصفى تماما، وتخرجي منها كل الهواء وتقفلي بنفس الطريقه اللي احنا اتفقنا عليها وعملتها في فيديو. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس اللي ما شافش الفيديو، اللي هي طريقه ازاي تقفلي اكياس التغليف بتاعه الثلاجه التفريز اللي بتفرزي فيها الخضار، واهم حاجه تخرجي الهواء. شوفوا الطريقه بالتفصيل في الفيديو، وبتحطيها عندك في الفريزر من غير لا تسلقي ولا بخار ولا تشرب ميه ولا اي حاجه خالص، وهي خضره كده، وتخرجيها وهي متلجه، بتنزليها في الصوص الاحمر بتاعها. هنعملها مع بعض ان شاء الله كده طاجن حلو باللحمه. انا عملتها قبل كده معاكم بطريقه الويكا عملتها معاكم بطريقه الويكا، هنعملها بالصوص الاحمر، لكن انت بتستخدميها وهي مجمده ما بتسيبيهاش تفك معاكي. دي كانت طريقه الباميه النهارده، وتقمعها وتنظيفها وازاي تفرزيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات جديده، وباي باي. ده هنعمل الباميه الويكا، دي اكله صعيدي. طبعا لو عارفين يعني البنات اللي عارفين الباميه بنعملها بصلصه وكده، دي طريقه جديده ولذيذه جدا وهتعجبكم ان شاء الله. عندي هنا انا دي شوربه، اي شوربه عندك عادي، وحطيت فيها مرقه من اللي احنا عملناها، وعندك كميه من الباميه سواء فريش او مجمده. دي انا كنت جايباها فريش وجمدتها بس ما بقالهاش كتير عندي، وهروح منزلاها في الشوربه، وطبعا شوربتك انت مظبطاها توابل وملح وكل حاجه، ومش هكتر الشوربه في المرحله دي عشان ما تبقاش يعني ما تخفش مني يعني. فانا هحط شويه شوربه صغيرين وهسيبها كده تغلي معاها، وهغطي عليها واسيبها لحد ما الباميه تستوي تماما تماما، وبعد كده نيجي نعمل مع بعض الخطوه اللي بعد كده. حبايب قلبي، استوت اهي الباميه ولسه فيها شويه ميه دلوقتي اللي هضيفه او شوربه، هضيف شويه من هريسه الشطه اللي عملناها مع بعض عشان تشطشطها شويه كده وتديها طعم، وهديها تقليبه. وهسيبها تهدى من الحراره شويه، وبعد كده هضربها بالخلاط عشان بس خلاطك لا يكون ما بيتحملش درجه الحراره او كده، وهضربها بالخلاط وبعد كده نعمل لها الطشه مع بعض. حبايب قلبي، هنا بقى نبتدي نعمل التومه. انا هنا فرمت شويه توم حلوين كده، وحطيت معاهم معلقه زيت صغيره، طبعا لو اتعملت بسمنه او زبده يبقى احلى بس عشان الدايت بقى. وهنا دي الباميه اهي، انا كده ما طحنتهاش قوي، انا بس يا دوب كسرتها، يعني بشغل الخلاط ثانيه واوقف ثانيه واوقف، او عايزه تعمليها في الكبه براحتك عشان تبقى متكسره كده مش مضروبه جامد جامد. وهعمل التومه كان بنعمل تومه بتاعه الملوخية لما تاخد لون، انا عملتها معاكم قبل كده الطشة تاخد لون، وبعد كده ننزل عليها الكزبرة الناشفة، يا دوب ريحة الكزبرة تطلع نروح منزلينها. بالمناسبة بعد ما ضربتي البامية لو طلعت معاكي تقيلة
زودي شويه شوربه واديها غلوه كمان على النار، ما يجروش اي حاجه. عشان كده من الاول انا قلت لكم هنحط شوربه شويه صغيرين عشان ما تخفش مني، لكن لو تقيله ممكن نتصرف فيها مفيش مشكله. وبرده السمك يرجع لي هنا، بس حدي التومه لون، تاخد لون. وبعد كده هنزل الكزبره الناشفه. التومه يا حبايبي اهي خدت لون، هروح منزل عليها شويه كزبره ناشفين كده حلوين، واديها كمان تقليبه. مجرد ريحه الكزبره تطلع خلاص. وكده ادي الباميه، هروح منزل عليها التومه اللي عملناها ومقلبين كويس. امسكها بس الحركه دي انا بحب اعملها عشان تاخد كل الطعم اللي في الطاسه مكان الثوم اهو. وكده خلصت عندي زي ما قلت لكم السمك براحتكم. ادي باميتنا الجميله، ريحتها تحفه تحفه بجد، مش عشان انا اللي عاملاها، تغيير عن الباميه العاديه، خفيفه اخف من الباميه اللي هي بالصلصه. انصحكم تجربوها هتعجبكم بجد. وكانت دي وصفه النهارده الويكا، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات جديده، وباي باي. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ رب تكونوا بكل خير. النهارده باذن الله هنوريكم طريقه سهله جدا وبسيطه في توليع الفحم. زي ما انتم شايفين النهارده شويه كده، الجو جميل والشمس طالعه، فاساسي لازم نقعد بره كده، وبتبقى فرصه يعني. فهنا عندي الشوايه اللي انا هستخدمها، هبتدي احط فيها دلوقتي كام قطعه كده من الخشب المتكسر كده. الخشب ليه فريدة علشان بيساعد النار تشب بسرعة، وتخلي الفحم كمان يستوي بسرعة كبيرة غير لما تحطي كله فحم. فهبتدي زي ما انتم شايفين كده كم قطعة خشب، مش كتير، وهبتدي احط عليهم الفحم. وزي ما قلت لكم قبل كده الفحم الاسطواني ده حلو جدا، بيقعد ما بي يعني بيقعد فترة طويلة، احلى كتير من الفحم العادي. فلما تلاقيها تي طبعا هنا السر اهوت في مكعبات الاشتعال دي، موجوده في كل محلات اللي بتبيع الفحم والحاجات الخاصه بالرحلات والشوي والكلام ده كله، هتلاقيها حتى في السوبر ماركت هتلاقيها. وريكم شكلها اهو، باخد منها مكعب. طيب اللي مش هتبقى متوفره عنده هقول لكم على خلطه حلوه قوي، بس مش الفيديو ده، هعملها لكم عملي بحاجات سهله جدا جدا ومتوفره في البيت، هتبقى بديل للمكعبات الاشتعال دي لو مش متوفره عندك يعني. هنطلع واحد كده مكعب، هوريكم شكله، هو بيبقى لونه كده، وهبتدي احطه كده وهنولعه. ده اللي بيخلي الدنيا اسرع بكتير ما تولعي بالطريقه العاديه. هنرص بقى الفحم كده، كمية الفحم اللي انت عايزاها على حسب كمية الحاجات اللي انت هتشويها. هناخد بس الاول الولاعة كده ونبتدي نولع. طبعا انا بحاول معرفتش عشان ماسكه التليفون في ايدي، فابني هو هيساعدني. هنبتدي نولع بس الدنيا برضو كان فيها هوا، انا حاولت امسكها له فقال لي لا، لان هي بتولع على طول سريعة الاشتعال. فهو شايفين اول ما بنحط عليها النار بتولع. هنبتدي بقى نخليها هي جوه كده. طبعا الورق اللي بيتحط والكراتين ده اكبر غلط، انا عمالة اقول له ما تحطش وهو مصر، فهو حط الحتة دي بس، لان ده بيعمل زي رماد كده لما بتيجي تهوي في الاكل بتلاقيه بيطير، فمش حلو ابدا فكرة انك تحطي ورق والكلام ده كله، مش حلو. فهنبتدي بقى زي ما قلت لكم نحط فوق النار كده الخشب والفحم اللي عندي عشان يبتدي النار تشب فيه. في لحظه هتشب، مش هتاخد وقت ابدا، لان زي ما قلت لكم المكعبات اللي انا حطيتها دي بتساعد جدا جدا. وزي ما قلت لكم استنوا فيديو تاني هعمل فيه خلطه حلوه قوي بديل المكعبات دي بحاجات موجوده عندك في البيت. اهي بدأت النار اهي، هتمسك بقى في الخشب والفحم،
وهنسيبها بقى. طبعا مش محتاجة تهوي لان الجو كان هوا، بدأت النار اهي. وهتسيبيها بقى فترة لحد لما تصفى خالص، يعني ما ينفعش تشوي عليها طول ما النار لسه، او طول ما الفحم لسه ما استويش. ادي شايفين النار عملت ازاي، بعد فترة قليلة جدا شبت في كل الحاجات الموجودة اهو. زي ما قلت لكم هتسيبوا النار دي كلها تصفى والحاجات دي كلها تستوي والفحم والخشب قبل ما تبتدي تشوي عشان الحاجة ما تتحرقش منك. هنا اهو تصفيت خالص عندي اهو، شايفين الشكل بقى عامل ازاي، استوى الفحم خالص بقى وبقى جاهز انك دلوقتي تشوي عليه، مفيش اي مشكلة. هنبتدي بقى نحط دلوقتي اللي هي الصاجة اللي بتتحط على الشواية او الجريلا ديت، اللي هي ما عرفش اسمها ايه بصراحة. انا طبعا ما وردتكوش التتبيلة لان النهاردة شارية الحاجات كلها جاهزة بصراحة، متتبلة جاهزة وكانت جميلة جدا الحقيقة يعني. فما ما النهاردة ما تبلتش، حطيت اهوت الشواية ولازم اسيبها تسخن شويه كده قبل ما ارص فيها. رصيت فيها بقى اللحم كده، شوفوا اهم حاجه النار لما تطلع كده، شايفين النار بتشب اهو جنبي كوبايه ميه، وبقعد بايدي كده ارش عليها، لان لو النار طلعت كده على اللحم او الفراخ هتتحرق منك. وتقعدي بقى الفتره دي تهوي كده، اهم حاجه تفضل الحراره بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ما يجيش فيها نار عاليه. تمام، بس هي دي كده الطريقة، سهلة جدا وبسيطة لان اتسألت عليها. واتفضلوا معانا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، ولو ما اشتركتيش اشتركي معايا وفعلي الجرس، واشوفكم في فيديوهات جديدة، ومع الف سلامة. السلام عليكم، ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، صباحكم فل ان شاء الله. النهاردة جايبة لكم فيديو جديد، وهو طريقتي لعمل السمك الدنيس اللي هو بالشكل ده. معرفش كلكم عارفينه ولا لا، بس هي سمكة حلوة قوي. السمكة لحمها ابيض وطعمها لذيذ قوي، وطريقتها سهلة جدا لان هي ما بتحب الشغل كتير وتوابل عشان يبان طعم اللحم نفسه طعمه حلو يعني، فمش محتاجين نضيعه بتوابل وحاجات كتير. فكل اللي هستخدمه سمك دنيس متنظف ومغسول غسلة حلوة، وبس مفتحاه كده من زي ما انتم شايفين بالسكينه، عشان هي حجمها شويه كبير فالتوابل تدخل جوه يعني. عندي هنا زيت زيتون، عندي عصير ليمون، عندي الطبق ده فيه ملح وفلفل وكمون، وعندي هنا قشر الليمون اللي انا عصرته هحشي بيه السمك من جوه. اول حاجه هبتدي اعملها ان انا هاخد التوابل دي وهبتدي الاول بس هنقل السمك في الصينيه اللي انا هعمل فيها ممكن عشان اعرف اشتغل براحتي كده كده. ابتدي بقى ارش عليه من بره الاول التوابل اللي انا قلت عليها، اللي هي حاجات بسيطه جدا زي ما انا قلت، ملح، فلفل اسود، كمون فقط لا غير كده. هبتدي احط من جوه كل سمكيه من جوه كده زي ما انتم شايفين، وابتدي احط فيها قشر الليمون اللي انا عصرته كده، هيدي برضو القشر ده هيدي طعم وريحة جميل قوي. ابتدي بقى ابصها كده، ازود اخلي بس كده كده، انا بفتح من جنب واحد، يا رب يكون ظاهر عندكم. اوكي ظاهر اهو، ازود طبعا. عندي الفرن محمياه على اخر حاجه، انتوا عارفين السمك بيحب نار عاليه ومش كتير ومش نار كتير. عندي هنا زيت زيتون، يا دوب هرش على كل سمكيه قد معلقه زيت زيتون صغيره كده،
دايما شايفين بالطريقه دي. مش كتير يا بنات ليه؟ لان هو اوريدي السمك ده فيه دهون فبينزل دهون كتير، فعشان ما يبقاش تقيل بس كده. هو كده نسيبه في التتبيله دي مده مثلا ربع ساعه مش اكتر من كده، وبعد كده ندخله على الفرن حامي جدا برضو مدة ربع ساعة بالكتير هيكون استوى، وهوريه لكم هعمل بعد كده فيه ايه. حبايب قلبي ادي السمك بعد ما خرج من الفرن، شكله جميل ريحته تحفة. سخن لسه سخن. ادي الليمون اهو اللي انا كنت عصرته وما كنتش حطيته، انا بحب كده وهو سخن احط اشربه بالليمون، عصير الليمون كده. بحس ان هو بعد في المرحلة دي لما بسقي عصير الليمون بيدي طعم احلى لما بحط الليمون من بداية السوا كده. بس كل اللي هعمله ان الصينية هترجع الفرن تاني هو لسه سخن، مجرد ان هي بس الليمون او السمكة تتشرب الليمون، وبعد كده تبقى خلاص جاهزة للتقديم. والصنف ده السمك ده خفيف جدا وما هوش تقيل، لان كده بالطريقة دي احنا ما ضفناش دهون، وبالطريقة دي نزل كل الدهون اللي فيه، وهي سمكة طعمها حلو قوي ولذيذ وسهلة زي ما انتم شايفين. وان شاء الله يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. وبعد اذنكم يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديوهات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وهتوحشوني. مع السلامة.